ايوه كده زين. شفت بيضحك اهو بيضحك على جمال امها. يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال احبه قوي شكله حلو. الله الحمد لله ما شافونيش. ايه ده مشوا؟ وانت برضه هربان من مرات بابا سميره ولا ايه؟ اسكت يا ميشو. مش انا النهارده مشيت على الحبل ولمياء خطيبتي الحمد لله رجعت لي بعد ما كانت زعلانه مني من ساعه لما انا قلت لها انك ان ايه ما تكمل ان حرامي مش كده. انا اسف يا ميشو مش قصدي والله. انت مش سايب حد بقى لما قلت له ان اخوك حرامي ده طبعا غير الضابط ساره اللي انت مالس معاها. علشان ايه؟ عشان تغير ميشو الحرامي ده على اساس انه صايع وفاتحك في كل حته مش كده؟ ميشو انت فاهم غلط. صح يا فاطين انا كنت فاهم غلط بس دلوقتي فهمتك صح. سيبك بقى من الاخلاق والمثل والحاجات اللي انت حافظها وبترددها زي البغبغان واسمعني انا. الحركات اللي انت بتعملها انك خايف عليا وعايز تغيرني خلاص ما بقتش اكل منها. انا عايزك تفهم حاجه يا فاطين ان انت مش احسن مني. ان انا لو كنت عايز ابقى زيك كنت هبقى قد الف زيك بس ده طريقي وباختياري ومش هغيره. اللي عايز يتغير هو انت. بص لنفسك كويس مش هتلاقي غير بني ادم فاشل تافه ومعندوش شخصية والكل بيهينه من اول العيال الصغيرة في المدرسة لحد خطيبتك وابوك ومراته كمان. هي كلمة فاطين ابعد عن ميشو احسن لك لانك ما شفتش الوش التاني وش الحرامي اللي انت مفكر نفسك احسن منه. لان لو ظهر ساعتها مش هراعي اي حاجه وهنسى انك اخويا وتوامي. إني هلاقيك هنا من ساعة ما دخلت المدرسة الصبح وإنت مش في حالتك والفصحى أهي ولسه زي ما إنت. إيه نسيت كلامك؟ الحياة مليئة بالأحجار فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلم تصعد به إلى النجاح. مش هو اللي مزعلك كده صح؟ صح. ما قلتليش ليه يا فاطين؟ مش احنا متفقين ان احنا نساعد بعض والحجر اللي يشيله واحد لما يشيله اتنين بيهون. انت عارف يا دودي مش انا امبارح وانا في السيرك مشيت على الحبل ولمياء بقى ايه خطيبتي كانت فرحانه بيا قوي قوي. مشيت على الحبل يا فاطين؟ اه مشيت على الحبل. اعمل ايه بقى؟ ايوه كده اضحك لحسن. ميس لمياء كانت بتدور عليك واحنا ما ينفعش تشوفك كده يعني. ده احنا ما صدقنا. ايه ده؟ طب قول لي يا دودي انا شكلي كده حلو؟ شكلك حلو قوي. المهم بقى انا عايزك تستغل اللي انت عملته امبارح في السيرك. اه صح
ايه ده؟ انت هنا وانا عماله ادور عليك؟ ما اصل انا كنت دودي بيشرح لي حاجه انا مش فاهمها، قصدي كنت انا في حاجه انا فاهمها فكنت بشرحها لدودي لما هو كان بيفهمها لي. طب قوم معايا يلا انا محضر لك مفاجاه. ايه ده لمياء؟ وانت ما عندكيش النهارده حصص بعد الفسحه؟ لا ولا انت كمان، يلا بس بقى. يلا بس بقى. دودي ظهر ان حركه الحبل امبارح جابت نتيجه حلوه قوي. لمياء يا لمياء، اخوك ميشو عامل ايه؟ ما عامل ايه في ايه يعني؟ مش انت قلت لي انه هيبطل وهيتغير وانك تحاول معاه يعني؟ ما الحمد لله ما بقى كويس ويعني هيتغير وكده. انت عارفه يا لمياء امبارح حتى كده وانا قاعد في الاوضه فلقيته دخل عليا وقعد يشكرني ووعدني ان هو هيبقى كويس. كويس قوي. لمياء يا حبيبتي، انت مش كنت بتقولي لي محضره لي مفاجاه؟ ايه هي بقى المفاجاه دي؟ مش احنا كنا عمالين نعمل جمعيات علشان نحوش ثمن الشقه اللي هنتجوز فيها؟ ايوه لمياء، انا لقيت الشقه. لقيت الشقه؟ ايوه كده، فرحيني. هي فين دي؟ الشقه القديمه اللي قدام عمك انس، ناخدها ونوضبها ونتجوز فيها. الشقه القديمه؟ ما الشقه القديمه يا لمياء من ساعه ما ماما الله يرحمها ماتت وهي مقفوله وبابا منع اي حد يدخلها. مش من حقه، وبعدين الشقه دي من حقك انت واخوك ميشو، وما اعتقدش ان ميشو ممكن يمانع ان احنا نتجوز فيها. بس يا ميشو، هو ده كل اللي حصل. يعني عنابي بيه سافر على تركيا، واللي اسمه سكر ده دراعه اليمين قابل واحد واداله شنطه مليانه فلوس، واما استقصيت عنه بعد ما راقبته عرفت انه شغال في المينا. يسلك لهم بضاعه داخله بضاعه خارجه. بس ما تزعلش مني، حاولت اعرف ايه نوع البضاعه دي ما عرفتش. تمام قوي. امال الستيشن فين؟ لا الستيشن سايبه هناك بيراقب. بيراقب مين بقى؟ لا مفيش بيراقب الراجل ده. طب ميشو انا هحطير انا. سلام. ايه يا ميشو، مش هتقولي بيراقب مين؟ على فكره يا ميشو انا بحب شغلي قوي وما تعودتش استسلم بسهوله. بعد اذنك. مش عايز تعرف انا جيت ليه؟ ما يهمنيش. بالله حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق. ها يا ميشو، مش هتتكلم برضو؟ انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. لا تعرف، بس اللي عايزاك تعرفه اني عمري ما كنت ضدك، ولما شهدت معاك في النيابه ده لاني كنت متاكده انك بريء، ولما عرفت بالصدفه عن موضوع حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق وان انت اللي سرقته، مع ان فاطين انكر انه بات مكانك في النيابه، جيت برضو عشان ابقى جنبك. طلباتك انك تبقى انسان سوي وتنسى ميشو. مش هينفع. مفيش حاجه ما تنفعش، انت اللي مش عايز تحاول. لان ما ينفعش اكون غير ميشو. اوكي يا ميشو، بس ما تنساش اني ضابط شرطه، وزي ما قلت لك بحب شغلي قوي. والله انا مش فاهمك يا رنا، يعني انت دلوقتي دخلت معهد السينما قسم الاخراج علشان بتحب التمثيل؟ اسمعني بس يا فاطين، انا بحب السينما عموما ونفسي ابقى مخرجه افلام اكشن ورعب، وكمان بموت في التمثيل. والله العظيم يا رنا، ده انت فكرتيني بواحد صاحبي قوي. اتخرج من كليه الحقوق وكان محامي قد الدنيا، ومن شدة حبه في التمثيل دخل كلية الآداب قسم مسرح وقعد يدرس تمثيل 4 سنين. واو، ودلوقتي بقى فين؟ لا دلوقتي لا 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 بسم الله ما شاء الله بقى حاجة تانية خالص. عارفة محطة مصر؟ أيوة. مش وأنت داخلة كده يا رنا بقى من المحطة بتلاقي فيه شباك تذاكر في وشك؟ هو بقى اللي بيقطع التذاكر هناك، علشان كده يا رنا بقولك تركزي في حاجة واحدة بس يبقى أحسن. طب اقول لك على حاجه، انا دلوقتي شغاله مساعد مخرج في فيلم جديد، واخده كده فيه دور صغير، ما تيجي معايا تشوفني وانا بمثل وبالمره خد رايك. ماشي. والفيلم ده بقى هيبقى فيه ممثلين كبار زي الاستاذ احمد السقا وكده؟ ايوه طبعا. ماشي ان كان كده بقى ماشي. اصل السقا ده حبيبي. رنا
انتوا اتغديتوا؟ وحشني قوي يا عم انس. وكان الهواء عاد للصالون وبدا يتنفس من جديد. بس حضرتك بقى النهارده يا عم انس مش عاجبني خالص. لا مفيش حاجه، انا كويس. لا مفيش حاجه، هتخبى على فاطين. انا حاسس كده انك يعني مشغول وسرحان. في ايه يا عم انس؟ هي أشجان هاني وحشتك؟ وحشتني أوي 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 يا فاطين. لا ده باين بقى إن الحالة بتاعت حضرتك مهوجة خالص. بس ما تقلقش أنا هتصرف. هتعمل إيه؟ هعمل أي حاجة علشان نطفي بقى الوهوجة دي. قولي الأول أنت عامل إيه مع لمياء؟ الحمد لله رب العالمين، لمياء دلوقتي بقت بتحبني يا عم انس اكتر من الاول بسبب موضوع الحبل ده. بس هي قالت لي يعني ان انا اكلم بابا على موضوع الشقه القديمه اللي هو قافلها علشان يعني اخدها واوضبها ونتجوز فيها. والله فكره كويسه جدا. اصل دي شقه المرحومه والدتك، يعني انت ليك فيها. والله يعني فكرك يا عم يعني اقول لبابا وما اخافش؟ لا تخاف من ايه، اتكلم وبمنتهى الصراحه. الصراحة والخط المستقيم أكثر الطرق إلى الإقناع. صح عندك حق والله، وعلى رأي المثل ما ضاع حق وراءه مطالب. شقتين دي اللي جاي تطالب بيها دي؟ الشقة اللي تحت يا بابا القديمة. وبعدين وانا هعمل فيها ايه يعني؟ ده انا هتجوز فيها يا بابا. انت تتجوز فيها؟ ومالك يا اخويا مالوف على الجواز قوي زي عمك انس؟
وان شاء الله هتتجوز بمرتبك. ايوه بابا هتجوز بمرتبي، وبعدين بقى لمياء حبيبتي بتحبني وهتعيش معايا حتى لو بدوق. وطي صوتك، الولد يصحى. ولد ايه اللي يصحى حضرتك؟ قصدك الولد اللي احنا اشتريناه من السوبر ماركت. اه سيكا، شايف قله الادب؟ شايفه سامع يا حبيبي. اتصرف. بس شايفه سامع ايه بس يا بابا؟ وبعدين انا ما غلطتش ان انا عايز اتجوز، يعني طب ما حضرتك اتجوزت. يا ده انا اتجوز، انا حر. الله، انت مالك انت؟ وانت بتصرف عليا؟ وبعدين تعالى هنا. نعم يا بابا. يا مش هنا، قصدي تعالى هنا في الكلام، يعني جاي ترمي نفسك على طول في صدري؟ انت ليه انت مش خدت عمك انس عشان يخطب لك ست الحسن والجمال، الست عمياء؟ هي فعلا بقى يا بابا ست الحسن والجمال، وعلى فكره اسمها لمياء. لا عمياء، ما دام وافقت عليك انت تبقى عمياء. بقول لك ايه، انت مش خدت عمك انس يخطبها لك وما خدتنيش؟ خلاص خليه يجوزكوا بقى عنده في شقته. يعني افهم من كلام حضرتك ده ايه يا بابا؟ الكلام يا حبيبي واضح ومبين نفسه. تعال يا حبيبي، تعالى انا هفهمك كل حاجه يا حبيبي. ايوه كده بابا، خليك حنين كده زي كل الابات بيحبوا ولادهم يا بابا. فعلا انا غلطان يا فاطمه، لازم ابقى حنين معاك يا حبيبي. تعالى. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا سلام يا فاطمه. كاتشي 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 بوتشي بوتشي حبيبه مامتك، يزهق هو وابنه. والله يا بابا انا عارف ان حضرتك مش هتزعلني ابدا. ازعلك ازاي؟ ده انت ابني حبيبي يا فاطين. ربنا يخليك لي يا بابا. الواحد لازم يبقى حنين مع ابنه. الله على الحنيه. الله على الحنيه يا بابا. خش يا فاطين. تعالى يا حبيبي. ده الحمام يا بابا. انا عارف ان الحمام. خش. طب ما تزقش. طب يا بابا. طيب خش بس كده. ايوه يا بابا افتح. ايه ده انت قفلت عليا يا بابا؟ افتح الباب. مش هفتح يا فاطين. يا بابا افتح. طيب والنبي عشان قلت مش هفتح. ما كفايه يا اخويا، واخد اوضه في الشقه لوحدك وعندك سرير بتنام عليه لوحدك، عاوز ايه مني تاني يا بابا؟ هو يعني المفروض انام في درج المكتب يا بابا؟ كمان بتتلامن؟ مش هفتح يا فاطين، وباهرب بقى من البلاعه اللي عندك جوه، حتى ايدي واقف لك هتبلعها في الشارع. يوه بقولك وطي صوتك منك ليه؟ الولد يصحى. ده ايه الزهق ده؟ يا ست اسكتي بقى، خليكي محضر خير ولو مره واحده. افتح يا بابا بقى والنبي. كده لسه بتتلعمد؟ خليك بقى هنا للصبح. ها يا بابا، يا بابا طب استنى، مش عايز الشقه. طيب وافتح الباب. مش فاتح يا بابا. طب افرض حد فيكم عايز يدخل الحمام. ما تقلقش علينا يا اخويا، هنتصرف. هبقى خدها وننزل الحمام بتاع الشقه القديمه. خلاص استريحت؟ استريحت يا اخويا؟ ها؟ خلاص يا بابا بقى. سمورة؟ المواجهة يا عم انس. يا ترى المواجهة دي انا هتوديني فين؟ ماشي. اديني هقعد اهو. كارتر، على أي حال أنا أعتقد أنه من المحتمل الآن أن توافق مصر على ثلاثة مسائل، هي أن تنسحب إسرائيل. أنا عارفة أنك بتحضر لحاجة، وحاجة كبيرة كمان، بس صدقني يا ميشو مش هتقدر. أنا ممكن أقبض عليك دلوقتي حالا وأقف رسالة الماجستير خالص، بس هدفي مش أني أزود عدد المسجونين واحد، لا. روح يا ميشو، روح. بس انا عايزاك تعرف ان انا اللي عملته النهارده ضد واجبي وضد مهنتي، بس دي اخر فرصه هديها لك. عندك لغايه بكره بالليل وهستناك زي ما قلت لك. لو ما جيتش صدقني يا ميشو هتبقى خسرت كتير. مقلتليش بقى المصلحة دي هتاخد منك كام يوم؟ مش عارف يا بونبوني، المهم تخلي بالك من اخويا فاطين ومن عم انس. ها؟ الله، طب ابوك؟ لا ابويا سيد الحوم، ما تخافش عليه. كان نفسي اجي معاك المصلحة دي يا ميشو، وبعدين مش عايزك تقلق مني، انا خلاص اتغيرت وتعلمت كل حاجة، وتقدر تقول ان قلبي ده بقى قلب ميت.
أول مرة تسافروا وتغيبوا عن عيني. ميشو خلي بالك يا دنايا من أخوك فطين، اوعى يغيب عن عينك. هو ددك كبير. اسم الله عليك يا حبيبي، وانت كمان خلي بالك من أخوه. يا ماما ما تقلقيش، دي حتى كفر الشيخ قريبه، اسمها شرم الشيخ يا ميشو، وفي جنوب سيناء، وهي مركز سياحي عالمي. خلاص عرفنا، يلا بقى بينا عشان ما نتأخرش. استنى يا حبيبي، خدي يا حبيبي خلي السلسلة دي معاك، عشان يا حبيبي كل ما تشوفها تفتكر كلامي. ميشو ميشو ايه الودان راحت فين؟ ده انت مش معايا خالص. زي ما قلت لك كده بالظبط. خلاص زي ما قلت. ايه ده؟ بس لو ابوك سأل عليك هقول له ايه؟ قول له راح مصلحه وبعدين هيخلصها ويرجع تاني. تمام، لو سأل عليك اقول له في مصلحه وانا غبي. تمام، هقول له زي ما انت قلت بالظبط. يلا يلا. يا عم انس ضايقتني. طب ما قلتلهاش ليه بس؟ مش عارف يا فطين، لساني اتلجم وما قدرتش اقول. انت لو تتعلم من فطين ابن اخوك. ده انا قلت القصيده كامله للمياء حبيبتي وهي واقفه متسمره ومندهشه وطايره من الفرح. مش كده لمياء حبيبتي؟ اه كده، بس ممكن بقى تشوف لي تاكسي عشان انا عايزه اروح، لان تعبت من كتر القصائد الجميله، هتجنن. ما اجيب لها تاكسي منين بس دلوقتي؟ يا نهار ابيض. برشام حكيمي هابوس ايديكم، مش وقتكم خالص. انا معايا النهارده خطيبتي لمياء وعم انس، ابوس ايديكم ما تفضحوني ما تفضحوني. لا لا ما تقلقش، انا مقدر موقفك يا استاذ فطين. المره دي احنا مش جايين ناخدك خالص. بجد يا برشام؟ اه شكرا. اوه يا رجاله والله العظيم انا كنت عارف ان انتوا هتقدروا يعني العيش والملح واللي ما بيننا. يلا يا عم انس. انا هو في حد غيرك هنا اسمه انس؟ يلا على فين، انتوا مين اساسا؟ هتركب معانا بالذوق ولا نركبك بطريقتنا؟ مين دول يا فاطين؟ ها ما حضرتك، ما حضرتك بقى عم انس اركب انت بقى معاهم، وانا يعني هوصل خطيبتي لمياء وهتصرف انا بقى. اركب انت بقى معاهم. اركب مع مين يا دي اشكالي تركب معاها دي؟ الله 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 الله، ده انت بتغلط كمان، ده انت شكلك كده مش هيجي بالسوق. لا لا في ايه يا حضرت؟ في ايه؟ ما يصحش عم انس. عم انس ايه يا حضرت؟ ما يصحش كده. مع السلامه عم انس. بالراحه عليها يا برشام انت وكيميا، هو هيطلع لوحده بالراحه. مع السلامه عم انس. حاسب الكاميرا. مين دول؟ انا هتصرف. ها مين دول يا فطين؟ عم انس. مع السلامة عم أنس. مع ألف سلامة. يعني مع السلامة مين دول؟ دول برشام وكيميا، يعني معرفة قديمة كده، وهم بيحبوا يهزروا معانا من وقت. ماشي يا شيكو ماشي، حصلت إنها توصل لعمي أنس. يعني خلاص يا معلم كله في التمام؟ مش تمام قوي يا ستيشن. قال إيه لسه هتفكر وتقلبها في دماغها براحتها، أنا بقى مش هزهق بسرعة. شكرا يا معلم. طب بقول لك ايه يا معلم، طب ما تسيبك من سميرة هانم دي، طالما شايفة نفسها يعني، وتشوف مصلحة مع واحدة غيرها. وريني كده، وريني. يلا يا معلم. امي وشها. امشي. في امشي في ايه يا معلم؟ سيبني منها ازاي يا خور؟ دي سميرة دي المصلحة الكبيرة، سميرة دي العملية الصح الصح، احط فلوسها على فلوسي واطمن، واول ما اطمن بقى اعمل حفله اعتزال وعرض. الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، الحقني يا بابا. بس انا مش هسكت، ده لما كان بيحصل معايا فكان ماشي بعديها، انما بقى يحصل مع عمي انس قدام خطيبتي لمياء، ده اللي مش ممكن ابدا يا بابا. ايه اللي حصل يا ولد؟ ها جاك هوا؟ ما تنطق. رجالي شيكو مدريد خدوا عم انس يا بابا. ما ياخدوه يا اخويا، هو ده اللي مزعلك قوي. ايوه بابا. يا بابا عم انس انا، عم انس انا خايف عليه. روشني روشني. هو ملوش ذنب يا بابا. ما تخافش يا اخويا على عمك انس. في ايه يا انت؟ تعالى يا بابا. في نار. انت وين وداك هنا؟ معلش. الله، في ايه؟ ده هينبخهم عمك انس ده، هم من نفسهم هيجيبهولك لحد عندك. اطمن يا اخويا. يلا يا اخويا على اوضتك، خش نام. وانا مش هنام ولا هيجيلي نوم
غير وعم أنس نايم في السرير. مش أنا اللي يحصل معايا كده يا أستاذ شيكو مدريد، أنت. وإذا كنت ما أنتش عارف مين أنا أعرفك. أنا أنس الوجود حسان، تاريخ مشرف وبطل من أبطال حرب أكتوبر. يعني أنا لا خايف منك ولا خايف من رجالتك دول. فلو سمحت، أولاً خليهم يسيبوني، ثانياً يعتذروا عن الإهانة التي لحقت بي، ثالثاً يوفروا لي وسيلة مواصلات مناسبة ومريحة توصلني لحد البيت، لأن الطريقة اللي جابوني بيها وجعت لي ناري قوي. خلصت كلامك يا له؟ لسه ما خلصتش. لعلمك فاطين ابن أخويا شاف رجالتك وهم بياخدوني. هنشوف بقى فاطين هيعمل ايه عشان خاطر عمه. احذر احذر من مخالب الاسد. اسمعنا انا بقى عشان عايز الخص لك الصوره اللي جنبي دي، انت اللي مصورها ولا مش انت اللي مصورها؟ ايوه انا. المهم ده بقى الصوره دي جت لي ايديا، وبساعد ما جت لي ايديا وعكرت لي دماغي وفورت لي دمي، عشان كده جبتك هنا بقى عشان تصور لي الصوره زيها كده. انا واقف كده التفاهة دي. انا مالي انا دمك اتعكر ولا ما اتعكرش؟ عايز تصور تعال الاستوديو اتصور، انما اصور كده بالطريقه دي بالعافيه لا يمكن يحصل ابدا. طب افهم، هتصور ولا مش هتصور؟ مش هصور. ولعلمك بقى ميشو ابن اخويا زمانه جاي، وانت عارف ميشو ممكن يعمل ايه. بس ميشو عارف عارف ميشو بس يعمل ايه؟ ميشو كفايه ميشو ميشو سكتوه سكتوه. يا جماعه يا جماعه النهار طلع علينا وبرضه محدش فيكم فهم اي حرف من الخطه اللي انا من امبارح عمال اشرحها. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا فاطين يا فاطين، ميشو كان بيرسم الخطه واحنا بننفذ وخلاص، وعمره ما خد راينا في اي حاجه هو بيعملها. غلط غلط يا بونبوني، لان المهمه اللي احنا رايحينها دي مهمه خير وحق، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بيها. وكما قيل من ركب الحق غلب الخلق. اهو الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده فجأة هو اللي بيضيع الخطة من دماغنا. وكمان انا دوري هيبقى ايه يا استاذ فاطين؟ يا سوستة اصبر عليا، ده عاشر مرة تسألني السؤال ده؟ لا وعاشر مرة فهمهولك. يا سوستة يا حبيبي انت اهم دور فينا، ده انت الجناح الايمن لينا كلنا. يلا يا جماعة انا عايزكم بقى تركزوا معايا والاخر مره، ها، علشان عايز ادي الشيكو مدريد ده درس خصوصي يطلع من نفوخه، عشان يبقى يعرف ان كله كله الا عمي انس. واذا كان بقى هو عنده دماغ فانا عندي دماغ احسن منه، واذا كان هو عنده رجاله فانا عندي دماغ احسن منه برضه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. جاي لك يا شيكو يا مدريد، جاي لك عشان تعرف ان للصبر حدود، واتقي شر الحليم اذا غضب. اما خليت عليها واطيها. معلش يا عم انس، معلش الخطه فشلت. معلش يا فاطين يا ابني، معلش انا مش زعلان، المهم ان انت حاولت. بس ما تقلقش يا عم انس، ما تقلقش، انا لسه معايا كارت تاني ان شاء الله هو اللي هيقلب الموازين كلها ان شاء الله، لانه هو قلب الهجوم. مش هو ده الكارت اللي انت بتتكلم عنه؟ سامحني سامحني يا فاطين، سامحني يا فاطين. سامحني يا عم انس، سامحني يا عم انس المره التانيه والاخيره، الكارت اللي كان معانا اتحرق. هتصور ولا مش هتصور؟ لا بلاش بلاش يا عم انس، بلاش يا عم انس. حاضر يا فاطين هصور. تعجبني يا عم انس، تعجبني قوي، وتصورني معاه ومعاهم كده وهو بيتعلق، وتبعت الصوره لسيد الحاوي ونكتب تحت الصوره دي everything is okay امضاء عمو انس. يا رب الفيلم يتحرق، يا رب الفيلم يتحرق. يا اهلا
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اخ ميشو، ولك نورت، الف مرحبا. انت ما بتعرف قديش انا بحب مصر، ولك انا نفسي من زمان زوره، ولك انا بحب مصر وبحب اهاليها وبحب اهراماتها وخان خليلها، بحب كل شيء فيها. مصر في احلى من مصر، ام الدنيا مصر. تعرف اللي في الصوره دي موجود فين دلوقتي؟ ابو الميش فريد بيه خبرني قبل ما تجي، بس انا بدي اقول لك شغله، المكان اللي موجود فيه هيدا الشخص يمكن يكون مكان خطر شوي. ما تقلقش، قول لي بس الاقيه فين وما تقلقش. ولك روق شوي روق شوي ابو الميش، انت هون ببيروت منك بمصر، هيدا المكان له خاصيته، انت ما بتعرف شي هون، هيدا البلد غريب من نوعه. انا بدي اياك تفكر شوي وتروق، بركي ما قدرت تنفذ الشي اللي جاي مشانه. فين المكان؟